ناقش نائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب خلال زيارته لمديرية الصحة ولقائه معاون مدير الصحة الصيدلاني خالد برهان الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، كما التقى الهلوب مدير عام تربية المحافظة وتم التباحث في سير العملية التربوية وأهمية اتباع الوقاية الصحية. واستعرض النائب الأول المحافظ مع رئيس جامعة تكريت الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف سير العملية التعليمية بعد انطلاق العام الدراسي الجديد. اطلعنا على الواقع العلمي في الجامعة، نتمنى نحن كمحافظة صلاح الدين كل التوفيق لجامعة تكريت، هذه الجامعة أو الصرح العلمي الأول بالمحافظة والذي يرفد محافظتنا وباقي المحافظات بآلاف الخريجين سنويا. نحن كمحافظة حريصين على التواصل مع الجامعة وعلى التعاون مع الجامعة بكل المجالات، خصوصا بالحملات التوعوية والتثقيفية التي يقوم بها أساتذة الجامعة بالتعاون مع المحافظة ومع دوائر المحافظة في كل المجالات. جامعة تكريت هي جزء لا يتجزأ من هذه المحافظة، وحقيقة هناك تعاون مستمر ودائم وتواصل مستمر بين المحافظة وبين جامعة تكريت. هذا يأتي ضمن مشروع خدمة المجتمع وخدمة مؤسسات المحافظة، كون الخريجي جامعة تكريت حقيقة حق عملهم دائما يكون في مؤسسات المحافظة، وهي التي ترفد هذه المؤسسات بالكوادر التخصصية. نتمنى من المحافظة أن تستمر في تقديم الدعم حقيقة، وهي كذلك لمسنا دائما منها الدعم المتواصل والمستمر، ونحن كجامعة أيضا حقيقة حاضرين لتقديم كل الدعم سواء الاستشاري أو العلمي لمؤسسات المحافظة بكل مفاصلها.